لا أنا رح أشتري، بس أنا أعطيتكم عرضي. ماشي طيب، خبروا لصاحب الملك بعرضي. شكرا كثير. شوفي شو رح تشتري؟ لقيت مكتب سعره مناسب كثير. مكتب شو؟ رح أسس وكالة لحالي أمي. اليوم المساء راجعة اسطنبول. ياسمين منين طلعتي لي هلا باسطنبول؟ الحياة مستمرة أمي، أنا لازم لاقي شي شغلة. يا بلاقي شي شغلة قلتي فيها يا أما رح